بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يا مولانا يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك وظهور الحق على يديك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك، وقتل الكافرين بسيفك. وأنا يا مولاي أنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، فأسأل الله بحرمة هذا الشهر الفضيل وبهذه الأيام المباركة أن يعجل لك الفرج ويجعلنا من شيعتك وأنصارك ومحبيك والذابين عنك والمستشهدين بين يديك، بفضلك وبفضل ما نردده من دعاء الفرج. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء، وضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا محمد. اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان، يا مولانا يا صاحب الزمان. الغوث الغوث الغوث، أدركني أدركني أدركني. الساعة الساعة الساعة، العجل العجل العجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.